هنتكلم النهاردة على ملف التعليم باعتبار أن التعليم هو حق واستحقاق. حق لأنه كل المواثيق الدولية والاتفاقيات تتحدث عن التعليم كأحد الحقوق الرئيسية التي لا يمكن التفريط فيها للمواطن. صحيح. واستحقاق لأن دستور 2014 حدد 10% من إجمالي الإنفاق العام للدخل القومي على 4 أنشطة. النشاط الأول بنسبة 40% منها كان التعليم. المادة 19 اتكلمت على التعليم باعتباره استحقاق يجب الإنفاق عليه والاستثمار فيه بشكل كبير. ممتاز. جدا. ومن هنا هنروح لهذا الملف ونشوف مع بعض أوضاع التعليم المصري رقميا وإحصائيا فيما يتعلق بالملفات الرئيسية هتبقى ماشية إزاي. هنبدأ مع الإنفاق على التعليم، وعايز أقولك إن الإنفاق على التعليم خلال 10 سنين اللي فاتوا ارتفع بنسبة 330%. يعني من عام 2016 كنا بننفق 97 مليار جنيه، احنا في عام 2024 اخر موازنة معتمدة وموثقة انفقنا 229 مليار. العام الحالي واحنا بنتكلم موازنة التعليم بتتكلم على رصد رقمي 294 مليار. طبعا. بنسبة زيادة 28% في الانفاق خلال عام واحد فقط لغي. وده يدل على الاهتمام بالانفاق على التعليم رغم الازمات الاقتصاديه وكل حاجه، بس ده واضح انه ده توجه دوله. وعايز اقول لحضرتك انه جاء بعد سنتين كان فيه نتيجه الاوضاع الاقتصاديه تجميد لموازنه التعليم فيما يتعلق بيه الارتقاء بيها، لكن القفزه جت مع بدايه ظهور امكانيه للتطوير، خصوصا انه صاحبه تطور مهم جدا كمان في اعداد المدارس وفي الاحتياجات الخاصة بالتعليم بشكل كبير جدا عندي. عايز اقول لحضرتك اني احنا واحنا بنتكلم على الانفاق على التعليم نحن مع الوزير رقم 76، الوزير محمد عبد اللطيف هو الوزير رقم 76 من وزراء التعليم، وربما الوزير محمد عبد اللطيف السمة المهمة جدا عندنا. رقم 76 من ثورة 52؟ لا، من سنة 1838. مع علي باشا مبارك. فبالتالي احنا بنتكلم على رجعت ورا قوي، رجعنا ورا بالظبط من اول ما ظهرت حقيبه للتعليم عندنا، وبالتالي ده رقم مهم جدا. اكتر وزير او اطول وزير عندي قعد في الوزاره عندي كان حسين فخري باشا، قعد 12 سنه، لكن انا عندي في وزير تعليم قعد يوم واحد فقط لغي. بما انك ذكرت ثوره يوليو، فاحنا عندنا وزير اتعين 22 يوليو عزل يوم 23 يوليو، وهو محمد رفعت باشا. كويس. وبالتالي مع محمد عبد اللطيف الميزه انه اعاد لنا الوزير الحركي. صور كتيره جدا هتشوفوها في الخلفيه للوزير وهو جوه الفصول، ودي سمه مهمه جدا كمان ادت احساس بان حقيبه التعليم في ولايه الرئيس الحاليه لها اولويه، وان قراءه اوضاع التعليم وتحدياته على الارض جزء مهم جدا في المشهد عندي. عشان كده لو رحنا للمؤشرات، المؤشرات احنا عندنا وصل عدد المدارس في مصر إلى 61512 مدرسة. بزيادة عندي واسعة خلال السنين اللي فاتت، احنا تقريبا ضعفنا عدد المدارس من سنة 2014 لحد النهاردة. عدد الفصول 556000، في 25,657,000 طالب، عندي 922000 معلم. ربما انت هنا يا استاذ عبد الناصر عامل مدارس خاصة وحكومية ولا بتكلم على حكومي بس؟ كل المدارس، كل ده كل اجمالي اوضاع التعليم المصري خاص وعام، واحنا هنيجي في بعض الاحصائيات هنفصل الارقام مع بعض. عايز اقول لحضرتك ان الملمح الوحيد السلبي هنا هو اعداد المعلمين قياسا بعدد الطلاب. احنا عندنا معلم لكل 27 طالب، في حين ان المتوسط ده معدل كبير يعني ضاغط بشكل كبير اسمها جدا. ايه؟ معدل قليل. بالظبط كده، قليل يعني المفروض عدد المعلمين يزيد بالنسبه يعني النسبه النسبه الدوليه 13 طالب لكل معلم، احنا تقريبا الضعف واكتر، فاحنا النص تقريبا بالظبط. يعني محتاجين لكل 27 معلم تاني. بالظبط كده. أيوة. عشان اقدر اوصل للمتوسط ده بالنسبه العالميه، وده ضاغط بشكل كبير جدا عندي. صح. على اوضاع، وده اللي بيؤدي الى اثقال كاهل المعلمين والعبء عليهم، وبيؤدي الى سوء التوصيل وسوء الاستيعاب عند الطلبه. بالظبط، وده من التحديات الكبيره جدا اللي لحد النهارده ربما احنا محتاجين ملامح، يمكن في بعض الخطوات اتخذت في العام الدراسي الحالي. لكن اعتقد ان قضيه اعداد المعلمين
هتبقى تحدي من التحديات المهمه للوصول الى تطوير ملف التعليم. لو رحت لتطور اعداد المدارس، واحنا هنمشي هنا عنصر عنصر، هنلاحظ ان اعداد المدارس عندي بتزيد بشكل مضطرد لحد ما وصلنا الى ال 61500 مدرسه في العام الدراسي الحالي. في عمليه زياده في اعداد المدارس خصوصا في الريف في حياه كريمه، انعكست كمان على زياده عدد الفصول والانخفاض بعض الشيء بنسب الطلاب اللي هنشوفها. بس طبعا لازم نقول هنا في الشريحه دي واحنا بنتكلم مع انه في بناء مدارس حصل سواء من قبل الحكومه او المجتمع الاهلي والتحالف الوطني وحياه كريمه، لكن لازم نقول ان العدو الاول للمدارس والكثافه السكانيه وكذا هو الزياده السكانيه. طبعا كل ما الناس بتخلف كل ما المشكلة بتتعمق أكتر، بتتعمق بشكل كبير جدا، وكمان بتنعكس على جودة خدمات التعليم وعلى قدرة المعلمين أو قدرتنا على الوفاء بأعداد المعلمين. عشان كده تحدي العمل مع ملف الزيادة السكانية مش بس هيحل أزمة، هيحل ملفات كتير جدا 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 يعني. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك لو رحنا بقى للتحليل ده، وده مهم جدا، اللي هو أوضاع المدارس اللي هو جودة التعليم زي حضرتك ما قلت. أنا عندي من ال 61512 مدرسة 24778 فقط التي تعمل بدوام كامل فترة واحدة، نسبة 40% فقط لغير اللي بتعمل يوم دراسي كامل، في حين ان باقي المدارس عنده عددها 36700 مدرسة، بعضها بيعمل فترة صباحية وفترة مسائية، وفي مدارس بتعمل بنظام الفترتين. ده يؤثر على جودة الخدمات التعليمية لان أزمنة التعليم تقل، وبالتالي الضغط العدد الطلابي بيزيد عندي على المدارس بشكل كبير. صحيح. وبالتالي ده جزء مهم. لما نروح بقى للتحليل اللي ليه علاقه زي حضرتك ما قلت بالعام والخاص، هنلاحظ ان المدارس الحكوميه 50400 مدرسه، في حين ان الخاص 11109 مدرسه. عايز اقول لك برغم ان العدد النسبه مش كبيره، احنا عندنا 17% تعليم خاص فقط، لكن العدد ده جزء كبير منه ظهر خلال العشر سنوات الاخيره. لما نيجي نوزع في الريف وفي الحضر، هنلاحظ ان عدد اجمالي عدد المدارس في الحضر 26400 مدرسة، في حين ان في الريف 35000 مدرسة. زيادة عدد المدارس في الريف عنها في الحضر. هنلاحظ ان الخاص الحضر اعلى. مظبوط. يعني في المدن، وده طبيعي او مفهوم، اني عندي 9300 مدرسه خاص في المدن، في حين ان في الريف عندي 1779 مدرسه فقط لغي.